سوق مطاف نتي لي النهار ودي تزوران في دونس حالا نتي هنا و متخبر نسلي بس نتي سيني ذاك ديلي غو فورس القدار من 15 ل 25 ملم و هذه كمل على ما ثلاثة نزل بوسان للجمعة الولاية ثلاثة ثلاثة ذب ذا بشا ركن بنا هذه هو القدر عشرين لما ذا 40 ملم وزمارة هذه عدي خمسين مليمتر سيس نصفا لما ذا لحدة شقيض الجمعة الولاية ثلاثة ثلاثة بتلمسان عين تيموشنت وهران مستغانم السيدي بالعباس معسكر يا تسعيدة نعمة ذا البيض لكن ذا ذي ثوريق كان عشرين لما ويزمر دي عدي خمسين ملم نسي ست سنة مديث بوسالة مال ست سنة صباح نوزكان السفت الولاية الثانية تمسال هذا الشلف في تيبازان زير تمنى بومرداس البليدة مدية عين الدفلان تسمسيل لغواطة كذل جلفة القيمة قيمة ديما يعني لي لحالنا تهنا وتميت خبران سلاذا سنت سيني وثلاثة كناديليا وظن سل لما سبعين كيلومتر دي الساعة ويزمر هذه عدية ثمانين نار تسعين كيلومتر دي ساعة ودي جلوس تعجاجين النار مل لما التسعة غيض بوسع من الجمعة الولاية الثانية تمثل ثلاثين دوف بن عباس أدرار تيمي مونا كوت عين صلاح لمنعة ودي لي داغن ودي جلوس تعجاجين النار ملا ست نصف بوسع لما ست سنة بوسع الجمعة الولاية الثالثة تمثل ثلاثة دايا ويرجلا دوك سنت النظام يفاد غلاف تاع عبد الرشيد الطبي غادي ثرز زينس غا الولايه غن تو فيرس غفتوليا وخا من الشرع غادي ثو ذيرت هذه الجزائر ناوينا دي زران العظي الذي القديش يثلي 12 راني سقوسان وذاين غا في دي سفقان الغيض ضام قران غفايا سويا غي ود لامار يوسدو الحريش وحريش اكني ولم ومبغير العظي لوستيكا ويني اصلاحات كبيره وكثيره يعرفها القطاع في اطار برنامج السيد رئيس الجمهوريه وانتم تعرفوا بالاصلاح القضايا حتى حيز كبير والاشغال جاريه على قدم وساق سواء في الجانب التشريعي او بالنسبه للهياكل القضائيه او بالنسبه لتاطير البشري قضيه القضاة والموظفين ولا قضيه ترقيه المهن المساعده باختصار للقضاء القضاء في في الاثراء والتعميق مثل ما امر به السيد رئيس الجمهوريه في اجتماع مجلس الوزراء لشهر 29 اكتوبر يحتاج يحتاج الى كثير من الاثراء ربما يحتاج شويه وقت ولكن فصلنا قلنا قضيه الامور المهنيه والاجتماعيه اللي تعهدت الدوله بالتكفل بها العملية عرفت تطور لافت وهذا طبعا بفضل تضافر جهود الجميع والموظفين يعني يستفيدون كل ما يعني التحصيل اكثر كل ما المنحه تاعهم تكون افضل وهذا تكفلنا به و تصفقوا لتزيير دي 24 دي فورا رانيا لسقو اساس مشتيانا تريريث فرسان نيرقا لازمز ايدي سبنا نذريد اي ذو نصه دت دمسا نتمورث نتزيير ميا تيريزرين نظهر تهجد ثورق تسد ما ايف دي في ونو سنتل 24 دي فورا 1971 24 دي فورا جوجل ايف يغميغن ذو فرشان للوان ماشي على يجي الدقس نتغاوسي وين يقفد لنا 24 ذي فرار تسيزي نطرش نتذم سان نتزاير، والسا ثفدا في غمرد ذي الغلاث. وتسونيت، إذا دي غفل قديش ني مسنوان، ذي تقنيين ذي تخباني تنصون تراكي يبلغ الإنتاج الحالي من البترول حوالي 445 ألف برميل، وهو في نسق دائما تصاعدي. توجون في نسق تصاعدي وكذلك ننتج حوالي ينتج حوالي حق الحاسم سعود من الجي بي ما يقارب 6800 الى 6900 طن من الغازات المميعه وما يقارب ال2000 الى 2200 طن من الغازات المكثفه الكوندونسا فاجي دي لان دون دو غاهيل نو لنا البترول ذي الفير ام دي ان وين مازال يتسرد يما ظن امس قسنا 1959 هي في ذلك قديش والساعة مزوزران جوج الاف الفيور ذي حاسم سعود غاف تغزيان 3300 الاف وثلاثمية من خصوصيات حق الحاسي مسعود يتميز بخصائص جيولوجيه جد معقده مما اكسبت مهندسين وتقنينين خبره واسعه في هذا المجال يتربع حق الحاسي مسعود على حوالي 3300 كيلومتر مربع يمتد جنوبا الى ما يقارب 120 كيلومتر جوار الى حق الحاسي العقرب شمالا الى ما يقارب 140 وأربعين كيلومتر جواريا الى حقول المكتشفة مؤخرا بحقول فجما تجمع في النرنا وسوف يسلق ويبضغ 43 ذي المية ذو كفار صغنا ونده ذا كان ذا أي جانسة مسنع ذو وفود نيس <applause> الدوانا الهدف والهدف من هذا المشروع ومشروع مهم هو معالجة الغازات التقيلة المتحصل عليها في الحقول المجاورة لرد الشقة والبيريفيري دو توغرد وايضا معالجه الغازات اللي كانت مش معالجه محليا وحده الضغط وهي منجزه بكامل المعدات الحديثه حيث يتم ضغط الغاز من 32 بار الى 90 بار ثم توجيهه الى الخط الرابع من اجل رفع كميه الانتاج 52 وخمسين وسان ومازال في الدن ويدي قد شان هذه السونا خاص تما قال راني عكوي رانا تصوعر نلقى فلانا يا هذا القديش يسنرنا انا كانت تمكن الفراني ضد تونس وزالينس هذيك فرسان يا وثفد دي اللوفر نصهده ذي القديش هذيا مجال اذن دثلثا ثلاثه المزيان سيدي بالعباس هذوك سنرني تحباني في تسدون نوسيز سيز تسردنا تكوريا استاذ نزار سي <applause> وث ثم ثمزيان ماضي غاروس فاريدي فنان نذيث اللوث تخباني ثمينوث نتردا ذو سيز ديك نتكوريس تسيني دي لان السلق دي شني لمزي ينفل سيرم ثيغي من باغير الخدمة موبيلا في أول أمر كانت عبارة عن فكرة كأي مشروع آخر لكن في فكرة غير اعتيادية ما نشوفوهاش بزاف شوارعنا شوارعنا الجزائريه، الحمد لله بتكاتف الجهود تاع خوتي هنايا، تبادلنا الخبرات، كل واحد كان في مجال، قدرنا نجسدوا هذا المشروع على على ارض الواقع، حنايا ينجو عندك، من لي فاصاد لي كل شيء كل شيء، لي ميزون انتيريور اكستيريور، السيرفيس تاع لي فون دو ميناج موبيلاف، عندي واحد الفييكيل باغي نحسب ادوميسيل ولا نجوا لعندك؟ ذيك سوين غنو نفشو مغار وحريش لقديش سي تبورا غهراون وذي لفغي غنو سنرني غن بني باني ثرا يرفدن اوذما وني ولمن يلا يسد الدقس ذي غد سيكا وين ني أري الا يرانا تيختين غار في ذات سورة في اللوث داروا هما عفسة مليحة حاجة الأولى في بلاص ما أنا نروح عندهم هما يجوا عندي هما عندهم سيرفيس ثاني قد يغسلوا عنهم بصح ولا انا تساعدني من داك هما يقدروا يجوا عندي ويغسلوا ادوميسيل حاجه الزوجه لوطو تي راه حدايا ما كاش لي نعرف لوطو تي شخصها حاجه تاع 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 تع سيرفيون سيكوريتي وكاع راه كلش حدايا والحاجه الثالثه اللي عجبتني عندهم لي برودوي عندهم لي باك كانت عندنا دراسه جدوى وزدنا قرينا عند خبراء وتعلمنا ودرنا لي ستاج اهل الاختصاص السياره تاعها ثاني استعنا بالخبراء استعنا بالخبراء <applause> قعدنا فيها درنا فيها كارشر درنا فيها كل المعدات اللي يسحقوها في <applause> اللي يسحقوها ونطر بيوت حنايا في هاد لا هو لو كليون تاعنا يكون ساتيسفي ونقصوا عليه الجهد والتخمام تاع لو نيتواياج اي مهما يكون لو نيتواياج وظفار ديال مزيان يومنا نستخباني خباني خاصو لما تماينو ثوم مضي إيمي زراد كان الدولة غاتي غافوذ مو قراني يحبون يديت نورفون. هذا لقديشي وخلالها ناسبوا الشعب. إيمي أي سوفا غير مزين غا سيت غيميت ظلام غا الخذما غا سافاث ذو سيرم. سافاث ذو سيرم. سوا كان صوت غارتا كاراني سلّم فأنا ميدنا غادي الزيغر غورك يا شكرا جزيلا، شكرا مينا مشاهدي الأفاضل.